فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هل الأفضل كثرة القراءة يعني تطويل القراءة أو تطويل الركوع والسجود؟ فمن العلماء من يقول إذا أردت أن تصلي تطوعا فالأفضل كثرة القراءة، لأن القرآن أفضل من غيره، وتخفف الركوع والسجود. ومنهم من قال بل تخفف القراءة وتطيل في الركوع والسجود، لأن الركوع محل تعظيم الرب والسجود محل دعاء وقرب من الله عز وجل. ولكنه في مسألة الصلاة يقال إن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أن تكون الصلاة متقاربة متوازنة، إذا أطلت القيام أطل الركوع والسجود، وإذا خففت القيام فخفف الركوع والسجود. نعم.